حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم. للتنويه فقط، الدكتور عدنان لفتة اللي نوهنا أنه وظيفنا، اتضح أنه الآن مع الزميل حيدر زكي، لكن الحلقة لحيدر تسجيل، إحنا الآن على الهواء مباشرة، صحيح دكتور؟ زين، احنا يعني عفوا، وانت اعلامي وسابقنا بالتجربه، احنا مبلغينك قبل يوم وصحيح تمام، لكن حلقه حيدر مسجله يعني قبل ابلاغكم، فانا اتحمل الخطا يعني. لا انت مرحب بيك لا اكيد بكل وقت. ممكن بس اعلاميا ما ترهم انه طبعا فممكن تطلع بحلقتين بنفس الوقت، صح؟ ممكن غير يوم اجيكم عادي جدا. ثاني اشكرك جدا وممنون، ان شاء الله بالتوفيق لكم. بعد انت صاحب القرار وإلك حق، شكرا لك حق تاخذ، بس انت مرحب بك ان تستمر ويانا يعني بالحلقه باعتبار احنا على الهواء مباشره، من حقك. لا غير يوم، غير يوم افضل، لانه بعد مستحيل ان احنا رحبنا بيك قدام الضيف. رحب بيك استاذ عدنان. انت لا، هو الخطا يعني الخطا خطأ يعني الخطا مو من يمنا، احنا متفقين وياك يوم امس، صح؟ كلام صحيح، بس شنو الاشكال هسه؟ ماكو كل مشكله، مو فقط التعليقات والتنويه، يقولون الاستاذ عدنان طالع بقناتين، فمعقوله بقناتين طالع مباشره؟ لا يعني مستنسخ نفسه اليوم احنا على الهواء مباشره حاليا. انت نوه، انت نوه لهذا الموضوع، ولذلك نوهت. خلص انت انا استاذ عدنان استاذنا واخونا وسابقنا بالتجربه، ليش سوي قصة طبيعية؟ تعرف لا طبيعية وما تحتاج، لا ما تحتاج والله، وجودك أصلا بمحور حلقة اليوم ضروري، نستنس برأيك. الأخ علي الحسناوي يقول ضيفك طالع به حدثنا بهذا الموضوع، حدثنا الموضوع. أنا آسف جدا، طبعا أنا أحترم البرنامجين الله يحفظك وكل البرامج الرياضية، أنا أخطأت. ليش؟ لا أنت معذور. وأستاذ حيدر برنامجه كان تسجيل، وأنا حتى ما يعني أنا احترامي للجمهور واحترامي للناس، مو بس انا الصحفي الرياضي، لا كل الصحفي الرياضيين، بس انا مرت اخسر اي جانب منهم، اثنينهم اعزاء علي، مرت افرط باي واحد، وحبهم وتقديرهم، وانا اتحمل هذا الخطا. اشكرك جزيل الشكر لحضورك، لكن هو العتب على الاخ حسن البيضاني. طبيعي الموضوع، ابلغك الاستاذ عدنان انه هو ضيف برنامج كوره، كان من الاولى تبحث عن ضيف اخر، ما قدرت ان تبحث عن ضيف اخر، اتصل بي وانا اجيب لك الضيف اللي تريده، واحنا اخوان نتعاون في سبيل خدمه الرياضه، وهو المحور واحد، وبرنامجنا وبرنامجكم بالتاكيد واحد. شكرا جزيلا لكم. يا ريت نكسب شوفته دائما. هاي فرصه والله احنا.